اقترح العالم كرام تمثيلا رمزيا للجزيئات، يحدد موضع الروابط في الفضاء كالتالي: تمثل الروابط الواقعة في مستوى الرسم في خطوط عادية، تمثل الروابط الواقعة خلف مستوى الرسم بخط مهشر، تمثل الروابط الواقعة أمام الرسم بخط مملوء. نعيد: تمثل الروابط الواقعة في مستوى الرسم بخطوط عادية أي خط مستمر، تمثل الخطوط أو الروابط الواقعة خلف مستوى الرسم بخط مهشر، تمثل الروابط الواقعة أمام الرسم بخط مملوء. لاحظ معي.